سؤال. طيب هذا السؤال هو F على الـ forces، بس لا يبقى إنه F يعني صعب. تقرأوا راح أشرحه بعد ما تقرأوا، بس على الأقل تاخذوا فكرة إيش السؤال. قولون وبعدين بصير يعطيك رينجز. بحكي لك مثلا هو في بحكي نمل، والنملة عندها قوة مش هيك، بس الفكرة بدك تشوف بهذا الرينج كيف ناخذ رينج، في نمل وفي خمس نملات هون، الأولى قوتها واحد، الثانية ثلاث، الثانية اثنين، أربعة اثنين. هلا افرض أخذنا، بدي أسألك عن الرينج هذا، تمام؟ بحكي لك هو البوينتس تبعونه كم رقم، هو يعني البوينتس تبع اثنين كم رقم بيقبل القسمة على اثنين جوا هذا الرينج؟ غير نفسه. ف كم رقم جوا هذا الرينج بيقبل القسمة على ثلاث غير نفسه؟ صفر. كم رقم بيقبل القسمة على اثنين؟ واحد. على أربعة؟ صفر. أوكي. فهو بحكي لك رح شوف كم واحد فايز. الفايز اللي بيكون رقم عدد البوينتس اللي عنده R ما R minus L. في واحد ال R minus L؟ لا، ففيش فايزين. فبحكي لك بيجي الأكل النمل وبأكلهم كلهم، يعني هو بأكل كل حدا مش فايز. طيب لو نكبر الرينج شوي، الواحد كم واحد بقى القسمة على واحد؟ ثلاث. كم واحد دخل القسمة على ثلاث؟ صفر. كم واحد دخل القسمة على اثنين؟ كم واحد دخل القسمة على أربعة؟ صفر. فمين راح يضلوا عايش؟ الأول. فكم واحد راح يجي يكونهم تبع النمل؟ الثلاثة. طيب لو كبرنا أخذنا هذا الرينج، ممكن يكون في أكثر من فايز بهاي الحالة. كم واحد دخل القسمة على اثنين؟ اثنين. أربعة يعني غير نفسه، على أربعة صفر، على اثنين اثنين، طول هاي ثلاث، إنه هاي خمسة وهاي ثلاث، R minus R L اثنين. يعني المهم إنه يكون الكل مع هذا حاله. فمين رح يضلوا عايش؟ الاثنين واثنين، ورح يموت الأربعة. في مالتيبل وينر عادي بحكي لك، تمام؟ فكل كويري رح يعطيك اياها ويحكي لك كم واحد رح يموت. هاي شو دخلها بالسيجما 3؟ هلا هذا اذا لها دخل، ما بعرف اذا ممكن يكون محل امبلمنتيشن. طيب مثلا الكويري من 1 ل 5 ودرجة 2 ل 5 ما بتأثر بالكلام بينهم؟ لا لا لا، كل كويري جوابها اندبندنت. مو شوف الليمت ثاني 5 شخص خمسة. لا ما
طيب لو اعطيتك رينج كيف نعرف الواحد اذا فايز او لا بدون ما نمشي او شو خاصيه هيك رينج؟ بشوف الجي سي دي بعدين بعد كم واحد بالرينج هو يساوي جي سي دي بيكون هدولهم من الناحيه التاكه. تمام. لو اخذنا الجي سي دي، الجي سي دي هو اكبر قاسم مشترك. فلو اخذنا الجي سي دي لكل هاي الري فشو القاسم المشترك بين 4 و 2؟ 2. شو القاسم المشترك بين 2 و 2؟ 2. فمين ضل عنا عايشين؟ 1. 1 1. طيب لو اخذنا هاي الفترة اللي هي 2 و 3، شو الجي سي دي بين 2 و 3؟ 1. أكبر قاسم مشترك بين القسمة 2 1. هل في 1؟ فأصلا هدول الاثنين راح يموتوا. لو كبرنا الرينج شو الجي سي دي لهون؟ الجي سي دي بين 2 و4 2 بين 2 و2 2 2 و3 1. هل في كلهم راح يموتوا؟ فيش فايز. والسؤال صفى عنا، بدنا رينج ونعرف قديش الجي سي دي فيه. تمام؟ بعد ما نعرف الجي سي دي نعرف كم رقم بهذا الرينج ايكوال للجي سي دي يساوي الجي سي دي. تمام؟ بس خلينا نركز على شغلة لو عندنا رينج وبدنا نعرف الجي سي دي تبعه. طيب كيف ممكن نسويها؟ سيجمنت تريكس. الكل بيعرف كيف نطلع الجي سي دي بسرعة صح؟ الفانكشن هذيك السطر. ما راح اشرح الفانكشن هذيك بالتفصيل خلص راح اعتبر ان الكل بيعرف. طيب بدنا نبني سيجمنت تري. كل اثنين بدل ما ناخذ المنسل وناخذ الجي سي دي، قديش الجي سي دي بين 1 3؟ 1. الجي سي دي بين 2 و2. طيب هلا هاي الجي سي دي بين 2 و2 2. الجي سي دي بين 2 و1 1. هاي بتمثل رينج 1 لـ1، هاي 2 لـ2، هاي 1 لـ2، هاي كل الأربعة من 1 لـ5، هاي من أصلاً 3 رح تيجي هون بس. واحد لا. هي من 3 تيجي أول بس. يعني نفس المبدأ فخلص ما سقط شيء. 4 4 5 5. هاي 3 لـ4. هاي من 3 لـ5. رح تنعكس المفروض بدل هاي 1 2 تصير هون 3. بس لو قسمنا الرينج اول اشي لو قسمنا انه كيف نعرف انه هذا الاشي بزبط يكون سيجمنت 3؟ لو اجتنا كويري من 1 لـ4 قسمناها لرينجز هدول الرينجز اخذنا الجي سي دي بيناتهم مش بيكون صح؟ ف بدل ما نعمل سيجمنت 3 على من وماكس بنعمل على جي سي دي وبدنا نعدل بنعدل وحده واحنا طالعين من معدل جي سي دي. هاي كم الكومبلكسيتي لها؟ طيب فانكشن اللي كان يعمل من بين رقمين قديش هاي؟ اوف 1. بس بالجي سي دي الجي سي دي بين رقمين قديش؟ بلوك. فلما نعمل جيت كويري راح يكون قديش؟ لوك تربيع. لوك جاي من الجي سي دي ولوك نوت فراح تكون كومبلكسيتي كل كويري لوك تربيع. ما في ابديت ممكن نكتب حل على السريع. طيب صار عندنا رينج وعارفين مين هو الجي سي دي. اول شيء في اسئله عن GCD segment 3.
اوكي لو صار عندنا رينج وعارفين الجي سي دي تبعه، كيف بدنا نعرف كم رقم بهذا الرينج يساوي الجي سي دي؟ البير صح، بس خلينا ننسى شوي السيجمنتري، تعلم تركة جديدة، انسى هو البير صح يعني كان في بالي بس حكيت بدي احكي عن التاني. نبدا نرجع نعمل موز انه زي صار القبل تعمل شو خمسة موز؟ كثير معقد بس ما فيش داعي يطلع جميل حتى لو مش داعي مش داعي. انه لو تخيلوا ان ماب انتظار برجع الفيكتور، طيب هذا الفيكتور لو حكيت له خلينا نسمي الماب ام بي، لو حكيت ام بي 5 رح يرجع فيكتور صح؟ بيرجع لي الانديسيز اللي فيهم خمسة اللي يعني هاي الأرة، خلينا نكتب الأرة العشوائية 5 5، الخمسة وين إجت؟ بأي ندى؟ 4 و5، فهذا الفيكتور رح يكون فيه 4 و5 صح؟ فهذا الفيكتور ممكن نعمل عليه lower bound بيجيب أول رقم أكبر، lower bound على ال ايش الرينج اللي بدنا اياه، خلينا نحكي مثلا من 1 لـ 5، اعمل lower bound هون، lower bound اول رقم اكبر او يساوي 1، فايش رح يجي؟ 4. بدنا نعمل upper bound على 5 ورح يجيب لي اول رقم اكبر من 5، فوين رح ياشر؟ على الانت اللي هو اشي مش موجود، فطرح هدول 2 iterator رح يجيب كم element بيناتهم؟ لو كان فيكتور 1 3 5 بدي رينج 1 لـ 4، فاللور باوند تبع الواحد وين رح يجي؟ على الواحد. لور أبر باوند على الأربعة رح يجي على الخمسة. طرح هدول الإتريتور، تقدر تطرح إتريتور وبرجع كم برجع قديش في بيناتهم، يعني رجع 2. طب لو عملت بس هيك سؤال عشوائي ثاني، لو عملت مثلا lower bound على 1 طرحت من البيجن شو راح يرجع لي؟ الاندكس. هاي lower bound على 1 وين البيجن؟ هو نفسه. طيب لو عملت upper bound على 1 صار على 3، طرحت من البيجن هاي البيجن، يعني عادي ممكن تطرح التريدرز من بعض بس بحالة الفيكتور. ليش؟ عشان بيكونوا مخزنين ورا بعض بالميموري. هاي للفيكتور، للست والمالتي ست والماب ما بيكونوش مخزنين ورا بعض، فما بيقدر تطرح. راح نبني هلا سيجمنتري على الجي سي دي، بعدين بصير لكل كويري نطلع الجي سي دي، بعدين بنشوف هاي الحركة كم مرة تكرر الجي سي دي. مو بدي اتوقع كم واحد راح يموت، فبس خذ المتنبي. في داعي نكتب كودو؟ ولا نكتب كودو كتير؟ فيش داعي، هذا عشان نجرب فيه بالبيت. اوكي في اسئله على هذا السؤال؟ implementation أي شيء حركة الماب. طيب مش راح يزيد overhead عن complexity؟ complexity لكل كبير راح يكون لوك تربيع صح؟ طيب لهاي ايش راح تسوي؟ راح تعمل الماب، تعمل upper bound lower bound، فقديش اصلا كل وحدة؟ لوك، يس لوك عشان نلاقي الفيكتور، ولوك على نفس الفيكتور، يعني تو لوك
بس انه راح تكون كومبلكسيتي كيو في لوج زائد حتى كيو في لوج تربيع، انه خلص لوج التربيع اكبر من لوج. كم مره تكرر هذا الرقم؟ بتشوف اذا يعني اذا كان جي سي دي اليمين يساوي جي سي دي الشمال بتضيف السكند لكل وحده وبتغير. لو كان في الجي سي دي الوحده يعني راح تتغير بس خذ النود لحال.